بونجور. نحن اليوم حنكمل بدرس الاكسبوننشال فانكشن بالجايد برقم 11 صفحه 189. طبعا لازم نحن على طول نعمل ريفيجن للفورمولا ولازم ننتبه للليمت. قبل ما نبلش في عندنا كذا شغله لازم ننتبه لها. واحد اي باور 0 equal 1 e power 1 equal e limit x tends to minus infinity ل e power x equal e power minus infinity equal 0 plus limit x tends to plus infinity ل e power x equal plus infinity. واهم شيء بس يطلع معنا بالليمت 0 over 0 او infinity over infinity ما تنسوا انه فينا نستعمل HR. اوكي طيب الاكسرسايز 11 part A h is a function defined over R domain R يعني minus infinity plus infinity h of x equal 2 minus x e power x minus 2 designate by C the representative curve in an orthonormal system OIJ. أهم شيء إنه هم ما في يونت يعني بالأريا آخر شيء ما حنستعمل يونت. سؤال الأول بدنا limit x tends to plus infinity ل h of x limit x tends to plus infinity ل h of x equal limit x tends to plus infinity ل 2 minus x e power. طبعا هون اول شيء بدنا نعمل ريبليس. نعمل ريبليس اذا طلع معنا الانسر بيكون تمام. اذا طلع معنا اي اف ساعتها بنرجع نلاقي طريقه ثانيه ليمت اكس تندز تو بلس انفينيتي اي باور بلس انفينيتي ماينس 2 ايكوال هيدي ماينس انفينيتي اي باور بلس انفينيتي بلس انفينيتي وما بدناش ننسى في مالتيبليكيشن بيناتهم ماينس 2 ماينس انفينيتي بلس انفينيتي ماينس انفينيتي and limit x tends to minus infinity limit x tends to minus infinity ل f of x equal كمان replace 2 ناقص اهم شيء بس يكون في minus infinity ننتبه انه لازم نحطها between parentheses بس ما نعمل replace افضل لحتى ما نضيع equal هيدي 2 plus infinity بتطلع plus infinity e power minus infinity 0 minus 2 plus infinity times 0 if ما تنسوا الـ if اني 4 infinity على infinity 0 على 0 infinity ضرب 0 plus infinity minus infinity هول 4 طبعا في غيرهم بس نحن ما مطلوبين مننا فاذا if شو بدنا نعمل؟ اتفقنا بننزل الـ exponential لتحت limit x tends to minus infinity 2 minus x over e power minus x minus 2 ليش بننزلها لتحت؟ لانه نحن بس بدنا نعمل ريبليس هون، اذا طلع معي اي اف هون مثلا انفينيتي على انفينيتي او زيرو على زيرو هون فيني اتصرف، يعني هون فيني اعمل اتش ار، فيكم تتحكموا فيها، نعمل ريبليس بنرجع، فوق بيطلع بلس انفينيتي وتحت بيطلع اي باور ماينس ماينس انفينيتي، يعني اي باور بلس انفينيتي يعني بلس انفينيتي. ماينس 2، هون طلع عندي شو؟ اي اف، بس هون بحق لي استعمل اتش ار. ها؟ limit x tends to minus infinity. اوكي الاتش ار شو بتقول؟ بدناش ننسى. نعمل ديريفاتيف لفوق لحال وديريفاتيف لتحت لحال. الديريفاتيف ل 2 minus x minus 1 لانه 2 0. ديريفاتيف ل e minus x. ديريفاتيف ل e power x هي e power x. ل e power minus x minus e power minus x. minus 2 وهلا بنعمل ريبليس. minus 1 over هي الماينس ما تنسوها. هون e power plus infinity يعني plus infinity minus 2 number على infinity 0 بيبقى لنا minus 2 اوكي طيب and deduce the asymptote ما بلش بالاولى limit على plus infinity يطلع معي minus infinity هون ما مبين عندي لا horizontal ولا vertical limit على minus infinity يطلع معنا minus 2 يعني هون عندنا y equal minus 2 h a هيك نكون خلصنا اول بارت هلا بدك تنتبهوا لشغله كثير مهمه انه لما بيسالني عن الهوريزونتال اسيمتوت في يسالني بكذا طريقه يعني
في يسألني مثل ما سألكم هون جيب الليمت على الانفينيتي بيطلع معي جواب نمبر بيقول لي ديديوز ذا اسيمتوت اوكي في قال لي مثلا بروف ذات انه y equal to h a اذا قال لي بروف ذات y equal to h a يعني قصده يقول لي اعمل ليمت على الانفينيتي في طريقه ثالثه يمكن يقول لي برهن انه عنده اسيمتوت بارلل على الاكس اكسس هودي ثلاث اسئله ممكن يقلبوا السؤال طبعا بس هني نفس المعنى بارتو كالكوليت اتش برايم اوف اكس بدنا نعمل ديريفاتيف اهم شيء بالديريفاتيف نعرف الفورم بس نعرف الفورم نقدر نعمل الديريفاتيف هون في هون ضرب معناتها هيدي على فورم يو ضرب في ديريفاتيف ليو ضرب في هي يو برايم في بلس في برايم يو اوكي فاذا قديش اليو بتساوي 2 ماينس اكس الفي اي باور اكس الديريفاتيف لهاي هي ماينس 1 لانه 2 0 والديريفاتيف لهاي اي باور اكس لانه الديريفاتيف لاي باور اكس هي نفسها اي باور اكس ونطبق الرول اتش برايم يو برايم ضرب في يعني ماينس 1 ضرب اي باور اكس بلس في برايم ضرب يو يعني اي باور اكس 2 ماينس اكس ومثل ما اتفقنا انه دائما بس نعمل اتش برايم لحتى نهون على حالنا ناخذ اكسبوننشال كومن فاكتور فاذا اخذنا اكسبوننشال كومن بيبقى لنا ماينس 1 بلس 2 ماينس x equal e power x اوكي ماينس 1 بلس 2 1 ماينس x ممكن خلصنا h برايم اوكي بيرجع بيقلنا set up the table of variation of h لنعمل table of variation نحن بحاجة للساين لل h برايم ال e power x positive هيدي positive for all x بيبقى لي هاي هيدي 1 ماينس x بدي جيب للروت تعولة equal 0 x equal 1 معناتها أنا عندي روت واحدة ل h برايم معناتها أنا لازم أعمل table of variation في بقلبه هيدي الروت table of variation هي h برايم وهيدي h of x domain of definition هي minus infinity plus infinity أوكي وهيدي ال 1 هي الروت بالنسبة للساينات 1 minus x ورا ال x في minus معناتها هون على اليمين minus وهون بلس increasing decreasing لأنه شو الريليشن بين h برايم و h if h برايم positive then h of x increasing if h برايم negative then h of x decreasing ومحل ما ال h برايم equal لزيرو بيكون عندي extremum يا maximum يا minimum ما نكمل التابل نحن عملنا limit على plus infinity طلع minus infinity هون minus infinity limit على minus infinity عملناها طلعت minus 2 اللي هي h a يبقى عندنا 1 لازم نعمل h of 1 طبعا هيدي بنعملها على الكالكوليتر h of 1 equal 2 minus 1 ضرب e power 1 minus 2 يعني equal e minus 2 يعني تقريبا 0.7 0.7 اوكي draw c 3 بالرسم لازم ننتبه لكذا مسألة مثل ما معودين أول شيء منبلش نرسم بالأسمتوت منحط الماكسيموم منحط المينيموم أوكي مين الأسمتوت عندنا هون عندنا y equal minus 2 h a بدنا نرسمها هيدا y equal minus 2 اوكي الكيرف نبلش من حد ال h a minus 2 اللي هو horizontal asymptote طالع لحد ال 1 0.7 عندنا 1 0.7 يعني تقريبا هون ورجع نزل على minus infinity هون لحتى تطلع معنا الرسمة دقيقة لازم نستعمل الكالكوليتر اوكي تطلع معنا الرسمة دقيقة اذا عملنا h of 0 تطلع معنا 2 minus 0 e power 0 minus 2 بتطلع e power 0 2 0 يعني الكيرف مارق بالبوينت 0 0 اوكي هيدي هون اوكي يبلش ان الماينس 2 حيطلع على الماكسيموم هون بس حيمرق بالزيرو وحيرجع ينزل على الماينس انفينيتي هيك بكون خلص الكيرف لل اتش
أربعة. طيب بالأربعة قايل the equation h of x equals 0 admits two roots 0 and alpha. Show that alpha between 1.5 and 1.6. هلأ هون السؤال بينطرح كمان بعدة طرق. الطريقة الأولى في إلي أنه prove that h of x equals 0 عند unique solution alpha and prove أنه alpha between هيدا النمبر وهيدا النمبر. تمام؟ هون لازم نحن نقله انه هي continuous وانه هي increasing او decreasing ولازم اعمل اتش لهيدي واتش لهيدي لوحده لازم تطلع بوزيتيف وحده لازم تطلع نيجاتيف. بس هون هو قايل لي اتش اوف اكس ايكوال 0 عندها 2 روت اول وحده 0 وهي مزبوط يعني اذا نحن شفنا هون هاي الزيرو ليك وينها وثاني وحده اسمها الفا هيها بس بده ياني برهن انه الالفا بتوين هاي وهاي ف continuous و increasing او decreasing هاي ما بنعملها اوكي بس بنعمل اتش ل 1.5 وأتش لوان 0.6 كمان على الكالكوليتر مثل عادي يا جماعة على الكالكوليتر مننزل الـ h of x 2 minus x e power x minus 2 نستعمل الكالك أوكي لـ 1.5 بتطلع 0.24 وكمان لل 1.6 بتطلع ماينس 0.01 نحن لازم وحده تطلع اصغر من 0 وحده لازم تطلع اكبر من 0 then alpha between 1.5 1.6 هون بدنا ننتبه لشغله في احتمال اللي بروف انه h of x equal 1 عندها unique solution alpha مثلا between 1 and 2 بس يقول لي h of x equal 1 هون بعمل نفس الستبات انه اول شيء لازم برهن انه هي الفانكشن continuous ب انه هي increasing or decreasing وسي لازم اعمل له اتش ل 1 واتش ل 2 بس هون وحده منهم لازم تطلع اصغر من 1 وحده لازم تطلع اكبر من 1 اوكي هيك بنكون خلصنا اول بارت من السؤال اوكي بارت بي بارت بي عطاني فانكشن جديده هي f of x equal a power x minus 2 وكمان قايل لي التي هو الكيرف تاعولا بأورثونورمال سيستم السؤال الاول show that the function defined over r by g of x كمان عطاني فانكشن كمان g of x هي بتساوي a power x minus 2x بيقول لي برهن انه هيدي الفانكشن بوزيتيف طبعا نحن حتى نبرهن الفانكشن بوزيتيف لازم نعملها ديريفاتيف لازم نعملها تيبل اوف فارييشن ولازم يكون عندها مثلا مينيموم لنقول 1 بتكون بوزيتيف طيب نعمل ديريفاتيف ديريفاتيف لاي باور اكس اي باور اكس ديريفاتيف لماينس 2 اكس ماينس 2 بدي اعملها تيبل اوف فارييشن لاعمل تيبل اوف فارييشن لازم جيب لها الروت فاذا خذها على جنب equal to 0 e power x equal to 2 x equal ln ل 2 معناتها عندها روت وحده هي ln ل 2 domain minus infinity plus infinity ln ل 2 تمام الساين بوزيتيف طبعا هون الساين بلس وهون الساين بلس بلس وبلس ضربوا بلس يعني هون بلس وهون ماينس ديكريزينج انكريزينج اوكي بدي اعمل جي للانتو كمان كالكوليتر فينا اذا بدنا نعملها على السريع هون يعني اي باور لان 2
equal 2 minus 2 ln ل 2. 2 minus ln ل 2 هو رقم يعني هو شو؟ يعني هو positive. شو منقول له هلا؟ منقول له g of x admits over r, لأنه هو domain minus infinity plus infinity, a minimum equal 1.3 اللي هو positive. تمام؟ طالما ال minimum positive يعني كل الفانكشن هي صارت فوقه, then g of x positive مثل ما هني طلبه. اوكي بارت اللي بعدها deduce the domain of definition of f. هيدي الاف يا جماعه f of x equal e power x minus 2 e power x minus 2x. اوكي بما انه في عندي انا fraction فلازم الدينومينيتر يكون doesn't equal zero. بس ما نحن طلع معانا انه g of x اللي هي e power x minus 2x طلعت معي positive for all x, معناتها ما عندي ولا اي problem. معناتها الدومين للاف هو r. اثنين, show that the straight line y equal 0 and y equal 1 are asymptotes. هل كنت عم بحكي عنه من شوي انه اوقات بيقول لي جيب الليمت على الانفينيتي وبيقول لي deduce the asymptote. اوقات بيقول لنا برهنوا انه y equal 0 and y equal 1 هني اسمتوت. طبعا انا ليطلع عندي هوريزونتال اسمتوت لازم اعمل ليميت على الانفينيتي. هلا انا عندي ماينس وبلس, بعمل على الماينس وعلى البلس, وحده بتطلع لي اول اسمتوت وحده بتطلع لي ثاني اسمتوت. ليميت على الماينس انفينيتي اوكي بدي اعمل ريبليس. اي باور ماينس انفينيتي صفر, ماينس 2 يعني 0 ماينس 2. كمان هون 0 minus 2 ضرب minus infinity equal minus 2 على plus infinity equal 0 minus. هيدا الشيء بيعني انه y equal 0 at شيء. طبعا ال 0 minus بتفيدني انا وعم برسم الكيرف, لانه 0 minus معناتها هو تحته. تمام, limit هلا على plus infinity بدي اعمل replace. هيدي بلس انفينيتي ماينس 2 بلس انفينيتي, هيدي بلس انفينيتي هون ماينس انفينيتي, فطلع معي اي اف ليميت اكس تندز تو بلس انفينيتي. هون بدنا ننتبه نحن بحق لنا نستعمل اتش ار لما بيطلع معي انفينيتي على انفينيتي او 0 على 0, بس هون طلع معي بلس انفينيتي على بلس انفينيتي ماينس انفينيتي. حتى هون لو عملتوا اتش ار حيطلع معكم الجواب مثل ما حيطلع معي هلا, بس بما انه ما طلع معنا انفينيتي على انفينيتي او صفر على صفر اتش ار لا. شو بعمل؟ هي وحده من الطرق, باخذ اي اكس كومن 1 ماينس 2 اوفر اي اكس, اي اكس كومن 1 ماينس 2 اكس على اي اكس. تمام, شلنا اي اكس وشلنا اي اكس سمبليفاي, ريبليس 1 ماينس 2 e power plus infinity plus infinity, هون 1 minus plus infinity على plus infinity. طلع معي هون يا جماعة كمان HR, فإذا برجع بعيد لأنه هون طلعت معي infinity على infinity. تمام, لازم نعمل HR لهي. نرجع نكتبون 1 minus 2 over e power x على 1 minus derivative ل 2 power ل 2x هي 2, derivative ل e power x e power x. هلأ إذا بدي أعمل replace بيصير عنا 1 minus 2 على plus infinity, 1 minus 2 على plus infinity, هيدي وهيدي بيروحوا لأنه 0 و 0 بيبقى لي 1. اوكي, فإذا y equal 1 اتش, معناتها هلا طلع معي 2 اسمتوت, واحد y equal 0 واحد y equal 1 مثل ما هو سأل. منكمل part 3. طيب بالبارت 3 طلب مني show that f prime يعني derivative للf and h of x, الh هي الفانكشن تعول البارت a, عندهم same sign مثل ما معودين نحن لحتى
F prime و H تكون same sign لازم يا F prime مثلا تكون بتساوي H يا F prime تكون بتساوي H مضروبة ب شي positive أو H على شي positive. هلا نحن على كل الحالات لازم نجيب F prime ولازم تطلع in relation مع H of X. طيب الF نرجع نكتبها هي بتساوي e power x minus 2 على e power x minus 2x. بدنا نعملها ديريفاتيف طبعا هي على فورم u over v. ال u equal ال v equal e power x minus 2x ديريفاتيف لل u. ال e power x ديريفاتيف تاعو لا e power x minus 2 صفر. ال v e power x بتضل e power x minus 2x يعني minus 2. ال u over v الديريفاتيف تاعو للفورمولا u برايم v minus v برايم u على v power 2. فاذا f برايم of x equal u برايم times v يعني e power x ضرب v ضرب هاي minus v برايم ضرب u over v power 2 equal e power x minus 2x power 2. نحن لازم نضلنا حاطين براسنا انه هو سائلني انه f برايم و h of x هن عندهم same sign. يعني نحن هلا لازم نطلع لازم تبين h of x معنا بقلب هيدي الفورمولا لازم تبين. فاذا اذا عملت expand e power 2x minus 2x e power x minus هيدي ضرب هيدي e power 2x minus 2ex minus 2ex plus 4 equal e power 2x minus 2x e x minus. أهم شيء هيدا الماينس بدنا ننتبه له لازم نضربها بالكل minus e power 2x plus هول اثنين مع بعضهم 4 e power x minus 4 over e power x minus 2x power 2. اوكي فاذا هلا e power 2x minus e power 2x هودي راح equal برجع بعيد ما تنسوا انه نحن لازم ال h of x تبين معنا هون خلينا نحطها على جنب لل h of x. ال h of x هي اللي بتساوي 2 minus x e power x minus 2. اذا اخذنا هون 2 common factor يبقى لنا minus x e x plus 2 ex minus 2 equal e power x minus 2x power 2. في عنا 2 برا برجع بعيد لازم نلاقي هاي نحنا اذا منطلع لهاي فيها e power x common بنعمل مثل ما هو عامل ناخذ e power x common بين هيدي وهيدي بس بيبقى لنا minus x plus 2 وبنترك minus 2 اذا لاحظنا وصلنا لنفس الفورم. طبعا 2 minus x هي ذاتها minus x plus 2 فطلعت معانا 2 times h of x على e power x minus 2x power 2. هيك منكون لقينا relation بين f prime و h. فتجاوبوا على سؤاله قال لي برهن f prime and h have the same sign مثل ما حكينا ليكون عندهم same sign لازم f prime تكون بتساوي h يا مضروبة ب positive number يا قسمة positive number. طيب هل f prime طلعت معنا هلا ال2 اكيد بوزيتيف نمبر اللي تحت e power x minus 2x power 2 e power x minus 2x هي الجي اوف x والجي اوف x نحن برهناها بهذا البارت انه هي بوزيتيف فهيدي بوزيتيف فور اول x. طيب طالما ال2 بوزيتيف وهيدي بوزيتيف معناته f prime و h صاروا سيم ساين then f prime of x and h of x have the same sign. بيرجع بيقول set up the table of variation of f. طالما ال f prime وال h عندهم same sign معناتها ال f prime عندها نفس الساين تعول ال h of x. إذا بترجعوا لرسمة ال h of x كانت هيك كيف عندي ماكسيموم هون طلعت على الزيرو ونزلت هاي هي زيرو
وهاي هي الفا. الساين تعولها لهاي احنا بنعرف لنجيب الساين جرافيكالي كل شيء فوق الاكس اكسس بوزيتيف وكل شيء تحت الاكس اكسس نيجاتيف. هالمنطقه بوزيتيف اللي هي شو؟ اللي هي فوق الاكس اكسس، وهيدي المنطقه اللي تحت الاكس اكسس هاي، وهالمنطقه هون هول شو؟ هول نيجاتيف. معناتها الساين الاف برايم والساين الاتش عندهم هن ذاتهم تيبل x f prime of x f of x دومين للاف minus infinity plus infinity طلعناها نحن. f prime و h عندهم نفس الروتس، الروتس تعول لل h هني 0 alpha 0 alpha. اتفقنا انه الساين هي نفس الساين تعول لل h، ال h negative positive negative negative positive negative. if f prime negative f decreasing positive increasing negative decreasing. بالنسبه للليمتات ليمت على الماينس انفينيتي هي جبناها طلعت معنا زيرو، وقلنا انه هي هاي شو اتش اي. ليمت على البلس انفينيتي طلعت معنا 1، هي 1 وهي اتش اي. هيدي الاتش اي بس حتى ما تنسوا انتم عم ترسموا. هون عندنا اف اوف زيرو، اف اوف زيرو اذا عملنا لها ريبليس يعني e power 0 minus 2 e power 0 minus 2 over e power 0 minus 0 يعني 1 minus 2 minus 1 over 1 equal minus 1. هون عنا f لألفا، طبعا الألفا بعده ما عطينا إياها بس يعطينا إياها منرجع منحطها بقلب التابل ومنكمل الرسمة. بيكون خلص التابل operation. أربعة part 4 prove that او show that f of alpha equal 1 على alpha minus 1. عم يطلب مني f of alpha. اوكي الالفا هي نفس الالفا تعول ال h of x اللي فوق، يعني هي ان ريليشن مع فوق، بدناش ننسى هذا الامر. f of alpha بنعمل ريبليس f لالفا equal e power alpha minus 2 على e power alpha minus 2 alpha. إذا منطلع منلاقي الاف اوف الفا طلعت هيدا الفورم في بقلبه اكسبوننشال، ما خصه بالفورم اللي هو طالبه بالمرة، يعني غريب. فهون شو بدنا نعمل؟ هون نسأل حالنا الالفا هي مين؟ الالفا هي الروت أو هي اليونيك سوليوشن تمام؟ بقلب الدومين المحدد 1.5 1.6 لل h of x. فإذا منقول الفا is the solution of h of x، ونحن بنعرف طالما الفا هي سوليوشن ل h of x هذا الشيء بيعني انه h of الفا بتساوي ايكوال ل 0. ادا h of الفا 2 minus الفا بنعملها ريبليس طبعا ايكوال 0. ليكم هون شو بيصير، هيدي الاي باور الفا هلا بجيبها قديش بتساوي وبرجع بعملها ريبليس هون بتطلع معي هيدا الفورم اللي فوق. اوكي اي باور الفا بتساوي 2 over 2 minus الفا، هيدي الاي باور الفا هلا بعملها ريبليس بقلب هون. هون بدنا ننتبه للكالكوليشن كتير منيح. اي باور الفا 2 اوفر 2 ماينس الفا ماينس 2، وكمان ريبليس تحت بالاي اوف الفا 2 اوفر 2 ماينس الفا ماينس 2 الفا. واحد الدينومينيتر فوق واحد الدينومينيتر تحت، بعمل سمبليفاي ولازم نوصل لهي. اف اوف الفا ايكوال فوق بيطلع عنا 2 ماينس الفا 2 minus 4 plus 2 alpha. تحت كمان 2 minus alpha common، هون بيبقى لي 2، هون minus 2 alpha مضروبة بهاي minus 2 alpha ضرب 2 minus 4 alpha minus 2 alpha times minus alpha plus 2 alpha square. simplify equal 2 minus 4 minus 2 plus 2 alpha، وهون بيبقى عندنا 2 اذا اخذناها كومن الفا 2 ماينس 2 الفا بلس 1. طبعا نحن لازم نوصل لمحل نعمل سمبليفاي، هي بتخلوها براسكم، لازم نعمل سمبليفاي ايكوال ناخذ 2 كومن بيبقى لنا الفا ماينس 1 2. هيدي اذا برجع على البيرفكت سكوير تعولها هي الفا ماينس 1 تو ذا باور 2. سمبليفاي سمبليفاي كمان فينا نعمل سمبليفاي بهول بيطلعوا 1 على الفا ماينس 1 مثل ما هو قال.
deduce to the nearest 10 power minus 2. To the nearest 10 power minus 2, يعني بده 2 digit بعد الفاصلة. The value of f of alpha is alpha بتساوي 1.55. قد بتساوي f لألفا؟ هي 1 على نعملها replace 1.55 minus 1. Okay. Calculator 1 over 1.55. اوكي 1.81 قال لي تو ذا نيرست 10 باور ماينس 2 يعني رقمين بعد الفاصله درو بدنا نرسم اند بريسايز ذا بوزيشن اوف تي وذ ريسبكت تو ذا ستريت لاين اوف ايكويشن واي ايكوال 1 قال لي جيب لي البوزيشن بين التي اللي هو الكيرف تعول الفانكشن والستريت لاين واي ايكوال 1 هيك عم بيساعدني لحتى انا اعرف وين الكيرف اعلى وين الكيرف اوطى خلينا نجيب البوزيشن بيناتهم هيدا بارت 5 طبعا نجيب الريلاتيف بوزيشن لازم اعمل f لx minus y ولازم اعملها table of sign محل ما بيطلع معي جواب positive الكيرف above محل ما بيطلع negative الكيرف below محل ما بيطلع equal يعني في intersection بيناته فاذا بنعمل f of x minus y part 5 بنعمل f of x minus equal f لx معيها ex minus 2 over اوكي ماينس 1 ايكوال اي باور اكس ماينس 2 اكس بواحد الدينومينيتر اي باور اكس ماينس اي باور اكس بروحه بيبقى لي 2x ماينس 2 اوفر اي باور اكس ماينس 2 اكس لازم اعمل لها شوف لها الساين تعولها طيب الساين تعولها اللي تحت هي جي اوف اكس اللي مرقت معنا فوق اللي هي طلعناها بوزيتيف for all x لانه ها هي الجي اوف اكس بيبقى عندي اللي فوق بجيب لها الروت اكس ايكوال 1 2x minus 2 اوكي ساين تعول الاكس بوزيتيف يعني على اليمين بوزيتيف هون نيجاتيف معناتها f اوف x minus y هيدي نيجاتيف وهيدي بوزيتيف اوكي طيب فاذا هلا بدنا نشوف البوزيشن من الماينس انفينيتي لل1 طلعت الساين نيجاتيف يعني الكيرف تحت فاذا اوفر ماينس انفينيتي 1 اف اوف اكس ماينس واي نيجاتيف ذن الكيرف بيلو ذا لاين واي ايكوال 1 بلس over minus infinity over 1 plus infinity f of x minus y positive معناتها الكيرف above the line y equal 1 بيبقى عندي على 1 at x equal 1 the curve and the line y equal 1 intersect at ولازم نجيب له البوينت اوف انترسكشن والا راح علينا ربع علامه 1 بنعمل اف ل 1 بتطلع 1 اوكي معناتها بيلتقوا وبانترفال محدد هي فوق بانترفال محدد هو تحت هلا بدنا نرسم عندي اثنين اسمتوت y equal 0 y equal 1 واثنيناتهم h a اوكي ال y equal 0 هو ال x axis يعني مرسوم عندنا y equal 1 وعندنا التيبل التيبل طلع معانا ماينس انفينيتي بلس انفينيتي
0 alpha minus plus minus طلع هون 0 minus 1 f of alpha وهون طلع معانا 1 الf of alpha والالفا نحن جبناهم هو عطاني اياهم هي هن 1.55 وهون طلعت معانا 1.81 اوكي بدنا نرسم الكيرف الكيرف ببلش من ال زيرو اللي هي اسيمتوت ونازل على الماينس 1 وهلا تكلم لما طلع معنا زيرو ماينس يعني هي تحتها اوكي عندنا زيرو ماينس 1 وعندنا 1.55 1.81 اوكي بلش من عند الزيرو اللي هو هوريزونتال اسيمتوت نازل عايد المينيموم طلع معي الانترسكشن انا 1 1 مع ال y equal 1 وهون تحته ورجع لعند ال 1 اللي هي كمان شو horizontal asymptote هيك بكون خلص الكيرف اخر بارت بالسؤال اللي هو بده شغل integral area let an be the region limited by the curve t the straight line of equation y equal 1 and the two straight line x equal 1 و x equal n طيب x equal 1 هيدي x equal 1 x equal n محل ما بدنا هو قال لي ال n اكبر من 1 بده مساحة هيدي المنطقة السؤال كالكوليت اي ان وجيبوا الليمت على الان بلس انفينيتي اوكي الاريا سميها هو اي ان بتساوي انتجرال من 1 لان لانه هول باوند هني واقفين اوكي الكيرف اعلى نحن اذا الكيرف اعلى يعني اف اوف اكس ماينس واي اذا الخط اعلى يعني واي ماينس اف اوف اكس فاذا اف اوف اكس ماينس واي دي اكس ايكوال انتجرال من واي من 1 لان اف اوف اكس e power x minus 2 minus 1 قبل ما نبلش نعمل نوحد الديرومينيتر بنشوف اذا قدرنا نجيب الانتجرال مباشره بشكل سريع بيكون افضل يعني نحن متفقين بس يكون عندي فراكشن واللي تحت الباور تاعه 1 بحاول فكر مباشره بانتجرال ليو برايم على يو اللي هي جوابها بيطلع لان لابسوليوت ليو اذا ظبطت بيكون تمام لا بروح بنبش على طريقه ثانيه إذا هيدي يو الديريفاتيف تاعولها اي باور اكس ماينس 2 هيها موجودة فوق معناتها هاي هي على فورم يو برايم اوفر يو معناتها ماشي حالة تمام بيطلع جوابها لن يو مباشرة فإذا هيدي بيطلع لن يو اللي تحت مع ابسوليوت ما تنسوا ال 1 ماينس اكس وكلهم بتوين 1 and n بالنسبة للابسوليوت هيدي اي باور اكس ماينس 2 اكس من أول السؤال عم تتكرر معنا هي اللي جي اوف اكس اللي هي طلعت معانا بوزيتيف واذا كانت الفانكشن بوزيتيف بنقدر نشيلها من الابسوليوت ريبليس ان فوق بالاول ماينس اف ل1 ايكوال لن اي باور ان ماينس 2 ان ماينس ان عملنا ريبليس الان ماينس بعد الماينس اهم شيء البارنتسيس انتبهوا f ل1 يعني هي لن ل اي ماينس 2 ماينس 1 ايكوال لن اي ان ماينس 2 ان انتبهوا هون نحن بنكون خلصنا الاريا وطلعت معنا بيونت باور 2 بس هو طالب مني ليمت ليمت اذا عملت ريبليس حيطلع معي هون اي اف فهيدي الان نحن بنعرف انه الان هي بتساوي لن ل اي باور ان فهي بتصير ناقص لن اي باور ان ماينس لن بلس 1 هول هول على فورم لن اي ماينس لن لبي اذا بدي رجعهم لكيف ما كانوا بالاساس هن لن لاي اوفر بي معناتها ايكوال لن اي باور ان ماينس 2 ان على 2 ان سوري هون على اي باور ان ماينس
لان لا اي ماينس 2 بلس 1. هلا طالب مني اعمل ليميت ان تند تو بلس انفينيتي لهي. اوكي ليميت ان تندز تو بلس انفينيتي ل اي ان، يعني هي ليميت ان تندز تو بلس انفينيتي ل لان اي باور ان ماينس 2 ان اوفر اي باور ان ماينس لان ل اي ماينس 2 بلس 1. ريبليس، اذا عملنا ريبليس بيطلع معانا فوق بلس انفينيتي ماينس انفينيتي على انفينيتي، معناته انا حيطلع معي اي اف. فبدنا نلاقي طريقه بفصلهم اي اوفر ان اوفر اي اوفر ان ماينس 2 ان اوفر اي ناقص لن اي ماينس 2 بلس 1 ايكوال اي باور ان اوفر اي باور ان سمبليفاي بيبقى لي 1. اوكي فاذا لن ل 1 ماينس بلس انفينيتي على بلس انفينيتي ماينس لن ل اي ماينس 2 بلس 1. انفينيتي على انفينيتي اي اف لازم اعمل لها اتش ار، بصير عندنا ليميت ان تندز تو بلس انفينيتي لن 1 ماينس هيدي بتطلع 2 اوفر اي ان، لانه ديريفيتيف ل 2 ان 2 ديريفيتيف ل اي ان نفسها ماينس لن ل اي ماينس 2 بلس 1. هلا اذا بدنا نعمل ريبليس 2 على بلس انفينيتي ها 0، يبقى لنا 1 ماينس 0 1 لن ل 1 0، معناتها كمان هي كلها طارت، بيطلع الانسر ماينس لن هيك نكون خلصنا الاكسرسايز 11. ان شاء الله بنرجع بنكمل الاكسرسايز اللي بعده.